لا صوت يعلو فوق صوت عملية إنقاذ ريان، الطفل المغربي اللي وقع في البير يوم الثلاثاء اللي فات، بير عمقه 32 متر، متخيلين 32 متر موجود فيه طفل في حفرة قطرها 45 سنتي، يعني يدوب هو قادر أنه هو يقعد. حالته الصحية ما حدش يعرف حالته الصحية عاملة إزاي، السلطات المغربية وفريق الإنقاذ مسخرين كل جهودهم لإتمام هذه العملية، العالم كله دلوقتي بيتابع هذه العملية وكلنا حابسين أنفسنا في انتظار خروج ريان لأهله بالسلامة. الموضوع معقد، طبيعة المكان هناك طبيعة صخرية، عملية الإنقاذ بتتم بطريقة بيراعى فيها كل الأبعاد لأنه وارد في أي لحظة يحصل انهيار أرضي لا قدر الله. فطبعا هم عايزين أهم حاجة طبعا إحنا نحافظ على سلامة الطفل ويخرج لأهله بالسلامة. إحنا بنتكلم في 4 أيام أو 5 أيام معاناة شديدة جدا، في البداية ما كانش فيه أكل، ما كانش فيه شرب، ما كانش فيه أكسجين، دلوقتي وصلوا له الكلام ده، لكن يبقى الخوف من المكان المظلم اللي هو موجود فيه. الواحد يتخيل نفسه كبير عنده حاجة و30 سنة موجود في مكان زي ده، هل هيقدر يصمد ولا لا؟ الموضوع أعتقد أنه صعب جدا 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 نفسيا، وإن كان في مية في أكل في أكسجين عشان يقدر يتنفس، لكن نفسيا صعب جدا على طفل إحنا مش عارفين حالته عاملة إزاي. لكن العالم كله دلوقتي بيتابع، وسائل الإعلام كلها وضعت هذا الأمر تحت الميكروسكوب، كله قاعد بيتابع عشان مستنيين لحظة خروج الطفل ريان لأهله بالسلامة. ده بيفكرنا لو تفتكروا في 2018 بشباب الكهف التايلاندي، لما مجموعة من الشباب لعيبة كورة فقدوا وما كناش لاقيينهم، العملية استمرت حوالي من 8 لـ 9 أيام، لكن في النهاية دول شباب وكانوا موجودين في صخرة عالية جوه كهف. كان في سيول وما كانوش عارفين يخرجوا، لكن العالم كله كان بينتظر والعالم كله كان بيتابع والعالم كله كان حابس نفسه مستني لحظة خروجهم. وهي دي الإنسانية، إنك قلبك يكون على الناس، مالناش دعوة بديانتهم، مالناش دعوة بجنسيتهم، مالناش دعوة هم دولة عربية دولة أوروبية، مالناش دعوة بأي اعتبارات، المهم دي الإنسانية، إنك قاعد بتحط نفسك مكان هؤلاء الشباب، بتحط نفسك مكان أهالي هؤلاء الشباب أو هذا الطفل. لو هنتكلم عن ريان، ربنا يخرجه لأهله بالسلامة يا هدير، وإن شاء الله هي لحظات صعبة على أهله وعليه، صعب بكل تأكيد، لكن إن شاء الله الساعات القادمة تكون ساعات حاسمة في موضوع الطفل ريان. طبعا يعني تفاعل كبير جدا 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 من كل الناس في العالم أجمع مع قصة الطفل ريان اللي وقع داخل هذا البير. وبالمناسبة يمكن ناس كتير بتدور على هو وقع في البير ده ازاي وإيه اللي حصل. الأبار دي موجودة في قرية الشفشاون في المغرب، بتكون أبار بيطلعوا بيها المية بيعيشوا حواليها الأهالي، والمعتاد إنها بتتقفل ببان حديد، لكن في لحظة إهمال سقط الطفل ريان جوه هذا البير. ويمكن حصلت كذا محاولة من سلطات الإنقاذ لإنقاذ الطفل ريان، لكن البني آدم الكبير علشان يدخل داخل هذا البير موضوع صعب جدا. يمكن حصلت 3 محاولات، أقرب محاولة ليها كان الفرد من فرق الإنقاذ بينه وبين ريان 5 متر تقريبا، وقال إنه كلمه، صحيح الطفل رد عليه بكلام غير مفهوم، لكن ده عمل نوع من أنواع الطمأنينة عند الناس. طبعا هو مخبوط في راسه، وده بان من خلال الصور اللي التقطتها الكاميرا، وده طبعا إثر سقوطه على هذا العمق. وطبعا الناس كلها في كل مكان قلقانة عليه وبتتكلم عنه. ويمكن هنا تيجي يعني أهمية وسائل التواصل الاجتماعي، وطول الوقت احنا بنتكلم على انه ليها عيوب كتير لكن كمان ليها مزايا كتير. مسألة انه الإنسانية كلها بتتوحد قدام موقف زي اللي احنا بنعيشه، وكأنه العالم هو اللي سقط داخل هذا البير مش طفل ريان. ناس كلها قلبها معاه، ناس كلها بتدعي له، يعني كل الأمهات طبعا قلوبها يعني بتتقطع عليه، لأنه موقف صعب جدا جدا ما يحتملوش واحد كبير علشان يحتمله طفل. أعتقد أنه يعني في وضع زي ده الكاميرا كتير جابته فاقد الوعي، لكن كمان أحيانا بيتحرك، أحيانا بيصدر عنه صوت، فبيطمنوا على صحته. طبعا احنا داخلين بقى 4 5 أيام، الموقف بيزداد التعقيد، لكن عمليات الحفر في مكان تربة فيه هشة زي هذا المكان ما هياش عمليات سهلة أبدا. علماء الجيولوجيا علشان كده قالوا ان الموضوع بياخد يعني وقت، لأنه بيتم على مستوى عالي جدا 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 من الدقة. احنا دلوقتي واصلين لمرحلة الحفر اليدوي علشان قربوا من الطفل ريان، ويمكن هم كانوا كمان توقفوا يعني عن الحفر ورجعوا تاني مساء أمس
لانه كانوا خايفين من انهيار جزء صخري لا قدر الله فوق هذا البير اللي بداخله الطفل ريان، اللي ملايين البشر من مختلف دول العالم بيدعوا له، وان شاء الله نطمن عليه خلال الساعات القادمه. نصبح على حضراتكم في كل مكان، وصباح الخير يا مصر.